مرة تانية بحييكم إخوتي وأخواتي المشاهدين من جبل التطويبات داخل كنيسة التطويبات، سميت نسبة إلى تعليم يسوع المسيح على الجبل عندما ابتدأ بكلمة طوبة. هذا المكان جميل جداً حيث ترتفع عن بحيرة طبرية، فكل المنطقة حولي جميلة جداً. في هذه المنطقة كان المسيح يجول ويعلم ويصنع المعجزات أيضاً. في هذه الحلقة رح نتكلم عن قول المسيح طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات. فابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.